بحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو تنطلق بعاصمة الموريتانية نوكشوط أعمال الدور 31 للاتحاد الإفريقي. في العاصمة الكاميرونية ياوندي تختتم أعمال الاجتماع العاشر للمجموعة الاقتصادية والنقدية دول إفريقيا المركزية حول المصارف والبنوك. ورئيس تحالف جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين يقدم نداء يشيد بالسلام ويدعو الجميع للحفاظ على هذا السلام. السيدات والسادة أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من الفضاء الشهدية من أنجمان ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية، ونعتذر لهذا التأخير الخارج عن الإرادة. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الموريتانية نوكشوط أعمال الدورة 31 للاتحاد الإفريقي بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو، حيث ترأس المناسبة الافتتاحية لأعمال الدورة 31 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث سيناقش المؤتمرون الأوضاع الراهنة في ليبيا وجنوب السودان وظاهرة الهجرة الغير الشرعية والعديد من القضايا المتعلقة بتقدم القارة الإفريقية. تقرير بشير عمر بشير. احتضن المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نواكشوط الدورة 31 لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو والعديد من وزرائه القادة الأفارقة والرئيس الدولي للاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي بول كاغامي، بحضور العميد العام لجامعة الدول العربية ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية في القارة الإفريقية. وتعقد هذه القمة 31 لقادة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد مسار مستدام نحو تحول إفريقيا، حيث اتهمت أعمال القمة 31 بأصل النشيد القومي للاتحاد الإفريقي. في خطابه رئيس الدولة المستضيفة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بصفته رئيس القمة 31 أعرب عن ارتياحه لعقد هذه القمة التاريخية ببلاده لأول مرة منذ الاستقلال، ودعا أشقائه زعماء القارة الإفريقية الوحدة والتضامن في كافة الأصعدة ولا سيما مواجهة التحديات الاقتصادية والإرهابية. في خطابه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد قال بأن أعمال هذه الدورة تأتي في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية لأزمات اقتصادية وأمنية، وستعكس هذه القمة انطباع خاص لتحقيق طموحات الشعوب الإفريقية التي عانت كثير بعدم الوحدة الإفريقية وإصلاح منظمة الاتحاد ومحاربة الفساد بشتى أنواعه. في كلمته بأعمال المؤتمر أشار الرئيس الدولي للاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي بول كاغامي بأهمية انعقاد هذه القمة التي ستحظى بنقاش ملفات كثيرة تطرح على الطاولة، أبرزها تقرير يقدم حول المنظمة حول إصلاح المنظمة الإفريقية تنفيذا لقرار 635 للجميع العام للاتحاد، وتقريرا آخر يقدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد حول الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو، وملفات أخرى ستحظى بالنقاش خلال القمة منها محاربة الفساد والرشد في القارة الإفريقية، الأوضاع الأمنية والسياسية والنزاعات المسلحة، علاقة الاتحاد الإفريقي بالمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، حرية التجارة وتنقل الأفراد، ووضع خارطة الطريق لإسكات البنادق في القارة السمراء بحلول عام 2020. وتؤكد مشاركة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في هذه القمة والقمم الإفريقية السابقة والقمم العالمية على حرصه الدائم لتطوير العلاقات مع أشقائه الأفارقة وتعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك الذي أحرز فيه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو خلال فترة رئاسته للاتحاد من إنجازات ووساطات إفريقية ناجحة، فضلا عن تعاونه مع مختلف الدول على كافة الأصعدة وخصوصا استدام الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية على ضوء الأولويات المتقدمة التي تقتدي بها الدول الإفريقية والعالمية والسياسة الخارجية لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو. وللإشارة بأن القمة تتناول جلسات مغلقة بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وينتظر أن يناقش القادة الأفارقة عدة ملفات في جلسات مغلقة
من بينها تقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي. وانتهت جلسة الافتتاح الرسمية للقمة 31 لقادة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي بصور تذكارية لرؤساء الدول يتوسطهم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. احتضان العاصمة الموريتانية نواكشوط لهذه القمة يؤكد عمق الروابط التي تجمع الشعوب الإفريقية والتي من خلالها يسعى القادة الأفارقة لضمان الوحدة الإفريقية وتحقيق تطلعات الشعوب ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الدولي. بشير عمر بشير، تلفزيون تشاد. من نواكشوط إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث اختتمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي أعمال الاجتماع العاشر لعمال المصارفي والبنوك في الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية السماكة، حيث يهدف هذا الاجتماع إلى تفعيل وتطبيق النصوص القانونية الجديدة لمصارف السماك. تقرير الزميل إشراق عبد الله رحمه. إن الاجتماع السنوي العاشر للتشاور بين عمال المصارف وبنوك المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية في يومه الثاني تمحورت فعالياته في ثلاث مواضيع رئيسية، وهي الإشكاليات التي تواجه بنوك دول السماك والإجراءات المتخذة لحلحلة التحديات المالية وأكد محاربة العمليات الإرهابية، فضلا عن تقييم الحصيلة الدولية لمجموعة بنوك إفريقيا المركزية. وعلاوة على ذلك، فإن منذ عدة أشهر منظمة بنوك السماك تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، ولأجل تخطي جميع العقبات جهود قد بذلت من أجل تحسين الحالة المالية والاقتصادية. على حد قول المشاركين في معرفة القوانين الجديدة التي وضعتها اللجنة المصرفية بإفريقيا المركزية، الحفاظ عن الاستقرار النقدي في الإقليم واجب أن كل المصارف تحترم القوانين المرسومة في بالأخص في 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 مجال التحويل. أننا فرانين عشان أول قرن نخدمه كيبس شغل وايدين ناس يسو بلا يعرفوا كيف واسا أنونا الجديد ده واسب أي ما واي كيف يخدم ويقود في كدمته. وخلال المناسبة عرض خبراء الماليين الوثائق التي تخص إشكاليات البنوك في المجموعة وكيفية استغلال القروض المالية وأكد القوانين الجديدة المطروحة في دول السماك والعمل بها وتطبيقها على أرض الواقع. من جهته، رئيس اللجنة المصرفية بإفريقيا المركزية عباس محمد تولي قال بأن هنالك استراتيجية قوية واضحة تعمل على القيام بأدوار مشتركة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي بالمنطقة، مؤكدا بأن الخطة الدولية التي وضعتها الصندوق النقد الدولي في حالة نمو اقتصادي يجب أن تستفيد منها إفريقيا، وذلك في عام 2018 و2019، حيث تخللت المناسبة عقد مؤتمر من قبل رئيس اللجنة المصرفية تطرق من خلاله عن الاستراتيجيات والآليات التي تسمح للسماك العمل بالقوانين والنصوص الجديدة من سير الأعمال بالطرق السليمة، علما بأن اللقاء الذي عقده القادة المصرفيين بحاكم بنك دول إفريقيا المركزية خلصوا بعدة توصيات وقرارات تدرج في الجلسات القادمة حول ملتقى الاقتصادي. وعقب اختتام عمل الاجتماع العاشر لمسؤولي المصارف والبنوك بدول السماك، فقد تحدث محافظ بنك دول إفريقيا المركزية ورئيس اللجنة المصرفية بإفريقيا المركزية عن أهمية هذا الاجتماع. قوانين في مجالنا مكافأة غسل الأموال وأيضا تمويل الإرهاب، هذا مسائل مهمة بالنسبة للبنك الدولي، فحاولنا نناقش مع البنوك ونوروهم على أساس أنه هذه القوانين مهمة جدا فلازم البنوك يحترموهم. عين لا كمان اللجنة المراقبة البنوك وأيضا بنك المركزي ممكن بقوم بالعقوبة لما البنوك ما بيحترموا هذه القوانين. هاي بالنسبة للبنوك الصغرى، أننا ناقشنا معهم أيضا في حول هذه المناقشة يوم الأمس، فهناك في قانون جديد بنظم كل المصرفات الصغرى الـ IMF، فأننا وضحنا لهم التغييرات الجديدة في هذا القانون وفهمه شنو القانون الجديد والروم وشنو المصالح وشنو أيضا التغييرات في بالنسبة لهذا القانون.
نصب في الأيام الماضية الأمين العام النائب الثاني لحزب الحركة الوطنية لإنقاذ الـMPS الدكتور زكريا محمد صالح، نصب أعضاء مكتب حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية بحضور مناضلي ومناضلات الحزب بالمملكة العربية السعودية. تقرير هارون أبهد. مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية احتشدوا كعادتهم للتعبير عن نضالهم السياسي ومساندتهم للرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو. هذا اللقاء الذي يعتبر مؤشرا للود المتقاسم بين أعضاء الحزب وأيضا التلاحم من أجل المصلحة العامة للتشاديين في الخارج والتي تعتبر في أولويات إيديولوجية الحركة الوطنية للإنقاذ ولاحترام مبادئ الحزب التي ترتكز على الديمقراطية، فقرر المناضلون التناوب على إدارة المكتب المسير للحزب بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الأمين العام النائب الثاني دكتور زكريا محمد صالح الذي نصب أعضاء المكتب الجديد برئاسة عمر موسى حسن ونائبته حواء سليمان ريشة الوطن، وأن تعيين الفريق الجديد تم بالتراضي بين جميع المناضلين والمناضلات. وبعيد مراسم التنصيب، فقد تحدث رئيس وفد الحركة الوطنية للإنقاذ الأمين العام النائب الثاني دكتور زكريا محمد صالح، حيث ذكر المناضلين بالأهداف السامية والنبيلة للحزب التي رسمها الرئيس المؤسس للحزب إدريس ديبي إتنو، وأهمها الوحدة الوطنية ونهضة تشاد، وهي أسباب أقنعت الشعب التشادي وكفل للحزب أن يحقق انتصارات متتالية أمام منافسيه في مختلف العمليات الانتخابية التي شهدتها الساحة السياسية وبسط نفوذه بكل ديمقراطية. نحن السعودية وشعب السعودية لها مقام خاصة في دولة جاد وخاصة في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وقائده إدريس ديبي. السادة الأفاضل، قبل 3 أيام التقيت مع الأغلبية موجودون هنا وناقشت معكم بكل إخلاص وناقشت معكم بكل جدية ودعوتكم للتكاتف وللتوحد وللتضامن حتى تكونوا يدا واحدة وقلبا واحد. هذه ليس سياسة زكريا فقط بل سياسة حزبكم وقائدكم إدريس ديبي إتنو. كما حثهم على الشعور بالفخر بقائد الأمة التشادية إدريس ديبي إتنو الذي أنقذ الشعب من قهر واضطهاد الدكتاتورية. ومن جانب آخر، أكد الدكتور زكريا محمد صالح أن الجمهورية الرابعة هي السبيل الأفضل لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب التشادي. وسط فرحة عارمة للجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية وخاصة مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ، تعهدوا باحترام اللوائح المسيرة للحزب وأكدوا جاهزيتهم للعمل الدؤوب لحشد المزيد من المناضلين من أجل التوصل إلى الأهداف المنشودة. بهذا في تقييم سير عمل مشروع تحسين الظروف المعيشية لبعض السكان المحتاجين في إقليم سلة، عقد الأمين العام لإقليم سلا محمد غنا بوكر اجتماعا مع مختلف المسؤولين في الإقليم. تقرير محمد عثمان بشير. هذا الاجتماع الذي عقده الأمين العام لإقليم سلا محمد غنا بوكر مع مختلف المسؤولين الإداريين والسلطات التقليدية بالإقليم جاء بهدف متابعة مدى سير تلك العملية التي أطلقتها السلطات بالإقليم بهدف تحسين الظروف المعيشية لأولئك الذين يعانون من عجز في توفير قوت يومهم ومشكلات أخرى تتعلق بالمأوى والصحة. وفي ذلك حث الأمين العام للإقليم محمد غنا بوكر مختلف المسؤولين القيام بما يلزم من أجل نجاح هذه العملية على أكمل وجه ممكن. من جانبه، المسؤول المكلف بمشروع هذه الحملة حسين مالك أكد بأن كل المناطق الذي يتواجد فيها هؤلاء المحتاجين قد تم إحصاؤها بشكل كامل، بما في ذلك مناطق تواجد اللاجئين الذين جاءوا من السودان. وزاد المسؤول في حديثه تأكيدا بأنه قد تم تشكيل هنالك لجان متخصصة ستقوم بما يلزم من أجل مساعدتهم قدر المستطاع. قدم رئيس تحالف جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين كازاك محمود علي سعيد بيانا مساء أمس مثمنا فيه بنعمة السلام التي تنعم بها البلاد، داعيا الجميع بضرورة الحفاظ عليها. نتابع ما جاء في حديثه. خلي دائما نفكروا نحافظوا للسلام، خلي دائما نفكروا نحافظوا للاستقرار. الآفة إذا كان بيجي ما في ده ما بيلاقي زي القزاز ده انكسر ده ما بيلما، عشان ده دائما أنينا نقولوا كيه أنينا بلدنا تنعم بالأمن وبالاستقرار. الأمن والاستقرار لسه قايد ده، خلينا حافظوا ليه
كان قاعد دوما أبدي، خلي دائما نفكره عشان يستمر كيف كان كلنا يعني دائما اتبعنا السلوك الحسن، اتبعنا يعني الطريق المثالي. دائما خلينا نكون ناس مسامحين، خلينا نكون ناس عندنا وطنية، خلينا نكون ناس عندنا روح وطنية، خلينا نكون ناس يخطوا دائما المصلحة العامة لقدام والمصالح الخاصة لورا. أخواننا تعيش تشات علينا كلنا القاعدين ده نحب بلدنا، وزي ما نحب بلدنا لازم نتهاب ببعض. خلي أي شادينا يشيف على شادين آخر أخوده زي أمو مويت ولا أبو مويت. علينا شادينا كلنا أخوان، خلي نكون زي الرجل الوايد، خلي نشيف على أخوي ده يعني دايما بطريق هنا الوطن. والوطن ده بقول لك أخوك ده يعني الوطن كواهد ده بس أخوك. السياحة التشادية بدأت تشهد تطورا مضطردا، محققة نجاحات كبيرة عقب المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية الدورة الرابعة بمدينة أم جرس، حيث توج هذا النجاح بفتح جسر جوي بين باريس ومدينة أم جرس. تقرير آدم حسن المكاوي. السياحة والثقافة القطعان اللذان أنشأت لهما الحكومة التشادية كيانا خاصا سمي بالهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية من أجل ترجمة سياسة الحكومة عبر هذه الهيئة التي وضعت تحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة. مسؤولية ترقية السياحة التي هي أحد أهداف الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية يعيها جيدا القائمون على رأس هذه الإدارة، لذا فإن زيارات المنسق العام للهيئة أبكر روزيتا جيل إلى فرنسا للتباحث مع الشركاء من أجل تطوير هذا القطاع ما هي إلا دليل قاطع. فبعد جلسات ومشورات عدة مع الشركاء من أجل تسهيل السفر وغيره من الأمور، وصل المنسق العام للهيئة الوطنية لترقية السياحة أبكر روزيتا جيل برفقة الشركاء إلى فتح جسر جوي من باريس وإلى مدينة أم جرس من أجل إنعاش السياحة الصحراوية التي تميزت فيها البلاد في الآونة الأخيرة. وجاء هذا التصريح خلال الحديث الصحفي الذي عقده المنسق العام بفرنسا، حيث قدم جزيل شكره لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على ثقته، مؤكدا بأن فتح جسر جوي من باريس وإلى أم جرس يسمح للسياح التنقل بكل أريحية. كما دعا روزي المسؤولين بالدولة بالعمل على تحديث مطار مدينة أم جرس وإعطائه صفة مطار دولي. وخلال هذا الحديث الصحفي تحدث كل من عمدة مدينة سان جينو وسان تيتيان دي شيني اللذان أكدان دعمهما للهيئة من أجل تسهيل عمل البعثة. قدم صباح اليوم الرئيس الوطني لمنظمة دعم التنمية الريفية محمد طاهر محمد قمر حديثا صحفيا معلنا فيه الانطلاقة الرسمية لأنشطة المنظمة. السادة والسيدات، من خلال هذا الحديث الصحفي نعلن رسميا الانطلاق الفعالية لنشاطات منظمة دعم التنمية الريفية. وتسعى المنظمة من خلال الأيام القادمة تنفيذ العديد من البرامج التي تساعد في خدمة المجتمع الريفي. ومن هذه الأعمال مثلا حفر العديد من الآبار الإرزوازية في كل من إقليم السلامات والبطحة وغيرها، وكذلك تنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم المجتمع الريفي. وإن المنظمة دعم التنمية الريفية قبل ذلك أيضا نفذت العديد من المشاريع التنموية لصالح أهالي منطقة دربالي بإقليم شارب أجرمي، وكذلك بعض القرى بإقليم السلامات. وإن المنظمة في الأيام القادمة سيكون لها تنفيذ العديد من البرامج المتماثلة. لهذا نعلن الانطلاقة الرسمية لأعمال منظمة دعم التنمية الريفية. أقام المجمع التعليمي فاندمنتال مساء أمس احتفالا تكريميا للطلاب المتفوقين في المؤسسة بحضور مسؤولي المجمع وأهالي المحتفى بهم. تقرير محمد طاهر صالح.
بعد عام دراسي حافل بالعطاء التعليمي جاء اختتام العام الدراسي لمجمع التكامل التأسيسي ليحتفل بختام عامه الدراسي وتوزيع جائزة المتفوقين. المناسبة الاحتفالية شهدت حضور أولياء أمور التلاميذ وحشد من تلاميذ المؤسسة والمعلمين، وبهذه المناسبة قدمت العديد من الكلمات الترحيبية والتشجيعية أولاها لممثل أولياء أمور التلاميذ عبد الكريم عيسى الذي حيا جهود القائمين بأمر المؤسسة التعليمية ودورها الريادي في بناء جيل المستقبل. من جانبه مدير مجمع التكامل التأسيسي قال إن اختتام العام الدراسي جاء بجهود كل التلاميذ وأولياء أمورهم وكذا الطاقم التعليمي بالمؤسسة، وهذه الجائزة السنوية تمنح للطلبة المتفوقين والموهوبين الذين تحصلوا على درجات عالية وهي التشجيعية والتكريمية في نفس الوقت، كما تشجع التلاميذ والطلاب على التنافس والتكامل التعليمي. وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد إلا أن المؤسسة أكملت عامها الدراسي بنجاح دون توقف. بعد ذلك وزعت الجوائز للتلاميذ المتفوقين في المراحل الإعدادية والثانوية، وقد سجل في المدرسة حوالي 125 تلميذ وتلميذة ونجح منهم 89. الأمين العام النائب ببلدية الدائرة السابعة والآخر أشاد بجهود المدرسة ودورها الريادي في تعليم التلاميذ والمساهمة في بناء كاد ومؤسس المدرسة. الدكتور محمد سعيد علي تحدث هو الآخر عن الهدف من إنشاء المجمع التعليمي. جدير بالذكر أن مجمع التأسيسي المتكامل يضم روضة وإعدادية وثانوية، وتم تأسيسه عام 2014 بقرار رقم 183. وفي سياق مماثل احتفلت مؤسسة إيمانغار التعليمية بمناسبة نهاية العام الدراسي 2017-2018 بحضور العديد من المدعوين. تقرير محمد عثمان بشير. في هذه المناسبة الختامية لمختلف النشاطات الأكاديمية بالمدرسة الأهلية الإنجولية التي تسمى بإيمانفي، شهدت هنالك كلمة قدمها مؤسس المدرسة ومديرها السيد ترغوتو جوزياس، حيث سرد خلال حديثه تلك الأهداف التي تسعى إليها المدرسة من تربية وتعليم التلاميذ التي تتماشى مع تلك المبادئ والأخلاق الحميدة التي تدعو إليها مختلف الديانات السماوية. وقد شهدت هذه المناسبة الختامية عروضا لمختلف تلك النشاطات الطلابية الذي قد أنجز من قبل هؤلاء التلاميذ. وتعتبر مدرسة إيمانفي واحدة من بين تلك المؤسسات التعليمية التابعة لبعثة تجمع الكنائس الإنجيلية بتشاد. نظم تحالف الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والبيئة نظم لقاء توعويا مدينة مونغو حول الجمهورية الرابعة. تقرير إبراهيم محمد موسى. إذن يشير لي المخرج بأن هذا الخبر ليس جاهزا. قدم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد دكتور محمد خاطر عيسى قدم بيانا دعا فيه جميع المسلمين بضرورة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بقصد نزول الأمطار والغيث النافع. نتابع التقرير. بيان من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها المؤمنون، نظرا لتأخر نزول المطر في بعض الأماكن والشح في الأمطار في بعض الأماكن الأخرى، نظرا لذلك كله فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد يطلب من جميع المسلمين في المديريات وفي المراكز والأرياف وفي القرى وفي الفرقان يتوجهوا إليه بالتوبة والاستكثار من الاستغفار، ويتوجه إليه بإقامة صلاة الاستسقاء كما أمرنا بذلك.
نظم تحالف الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والبيئة نظم لقاء توعويا بمدينة مونغو حول الجمهورية الرابعة. نتابع تقرير إبراهيم محمد موسى. مدينة مونغو عاصمة إقليم قيرا هي إحدى المدن التي اختارها تحالف الجمعيات المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة لحملته التوعوية حول التعريف بجمهورية الرابعة. البعثة بقيادة الأمين العام للتحالف أبا داود نانجدي عقد لقاء بالمدينة من أجل تعريف المواطنين بالجمهورية الرابعة. تحدث في هذا اللقاء رئيس اللجنة التنظيمية آدم إبراهيم، فقد حيى هذه المبادرة التي تعبر عن السلام والمحبة. أما الأمين المكلف بالحكم والمراقبة قال إن هذه الرسالة مطلوب من الجميع نشرها، وهي مهمة لجميع الفئات من أجل دولة متماسكة. وفي عرضه الأمين العام للتحالف أبا داود ننجدي وضح الجوانب الإيجابية في هذه الجمهورية الرابعة، وأضاف أن دور الجمعيات لا ينحصر في نقد الدولة ومراقبتها فحسب، بل على الجمعيات بلعب دور التوعية حول الحكم الرشيد ودور زعماء التقليديين ومكانة المرأة والمحافظة على البيئة وكل ما يتعلق بعملية تنمية ومشاركة الجميع. وختم حديثه أنه لا بد من مراقبة الحكومة وتأييد هذه الجمهورية الرابعة. نظمت مشيخة الطريقة التجانية بتشاد لقاء دعويا شرح فيه الشيخ محمد الغالي الخليل كتاب النهج الحميد وما يجب على المقدم والمريد في الطريقة التجانية. جرت المناسبة بالدائرة الأولى. تقرير حسن جدع. إن هذه الأجواء الإيمانية التي صاحبتها المدائح النبوية والأدعية المقامة بمسجد عبد الله موسى الكائن بحارة كوكفيل بالدائرة الأولى تأتي ضمن الأنشطة التي تقوم بها مشيخة الطريقة التجانية لإكمال ما تبقى لها من الدروس في شرح كتاب النهج الحميد فيما يجب على المقدم والمريد في الطريقة التجانية لفضيلة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني. وعليه فقد افتتحت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل إمام المسجد والمندوب الفرعي للمشيخة بالدائرة الأولى. شكر أجزله لمشيخة الطريقة التجانية بدولتنا تشاد التي أعطت فيدها الرباني لمن تمسك بطريقة شيخنا أحمد التجاني، كما أتقدم بالشكر الجزيل لجهاز هذه الأمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. عقب ذلك شرع فضيلة الشيخ الغالي الخليل نائب رئيس مشيخة الطريقة التجانية بتشاد في تفسير كتاب النهج الحميد في الطريقة التجانية، والذي يتألف من أكثر من 100 صفحة فيها شروط الورد في الطريقة. حقا أنه نهج حميد ليس فيه غلو ولا فيه إسراف ولا فيه تقصير ولا فيه تفريط، إنما هو نهج وسطي يقود الناس إلى هذه الوسطية إلى هذه الملة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أهزاه أن الطريقة ستقوم بتنظيم حلقات دعوية مماثلة بمختلف دوائر العاصمة يتم فيها شرح مضمون هذا الكتاب لأتباع الطريقة بجميع دوائر العاصمة. أطلق عصر أمس بالمسجد الكبير للملك فيصل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد خاطر عيسى أطلق رسميا الجلسات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام. تقرير محمود حسن سمبو. من أجل أن يقوم الحاج التشادي بأداء مناسك الحج بحسب شروط الكتاب والسنة، فإن لجنة المرشدين والمرشدات لحجاج بيت الله الحرام التي أنشأتها اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة بهدف توعية الحجاج قبل ذهابهم إلى الأراضي المقدسة، فقد أطلقت نشاطاتها رسميا لصالح المواطنين والمواطنات. لذلك فقد حضر جمع من المترشحين والمترشحات فعاليات هذه الجلسة الأولى، والتي سوف فتليها جلسات أخرى بهدف تقديم شروحات مفصلة للحجاج حول كيفية أداء هذا الركن الذي يعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام. الآن هنا ستأخذون المعلومات وتدرسون تأدية هذه الشعائر نظريا. منكم من هو يعرف هذه الأحكام، ولكن مع ذلك سيجد فائدة، ومنكم من لا يعرف
ينبغي عليه أن يلازم مثل هذه الحلقة يومياً، وعندما تكونون في الأراضي المقدسة ففي هذه الحالة الأمر يختلف من هنا، لأن هناك تطبيق. علما بأن هذه الجلسات الدعوية لحجاج بيت الله الحرم التي تقام هنا بجامع الملك فيصل في عنجمينا سوف تستمر حتى أول رحلة إلى الأراضي المقدسة، بل حتى آخر رحلة. فعلى المترشحين والمترشحات الذين يريدون حج هذا العام المجيء إلى هنا بهدف تلقي معلومات إضافية تساعدهم في أداء هذا الركن غداة وصولهم إلى الأراضي المقدسة. نظمت مساء أمس حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية حفل تكريم للدعاء والمرشدين من الحلقة الذين خرجوا في سبيل نشر دعوة الله سبحانه وتعالى داخل مدينة أنجمينة وضواحيها. جرت مناسبة بمسجد محمد السادس في الدائرة الثامنة. تقرير محمد صالح الحسين. هكذا احتفلت حلقة عبد الله ابن عباس للعلوم الإسلامية باختتام فعاليات العمل الدعوي والتربوي الذي قام به الدعاة وطلاب العلم من حلقة عبد الله ابن عباس الذي شارك فيه أكثر من 500 طالب وداعية خرجوا في سبيل الله وانتشروا في مدينة أنجمينة وضواحيها من أجل نشر الدعوة إلى الله وإرشاد المسلمين وتعليم أمور دينهم الحنيف. رئيس اللجنة المنظمة عبد السلام محمد رمضان الذي رحب بالحضور وحثهم على المشاركة في الأعمال الخيرية. أما كلمة المرشد العام للحلقة قدمها نيابة عنه الشيخ أحمد محمد صالح إبراهيم، والذي قال إن الدعوة في سبيل الله هي من أعمال الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين. ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والآخر قال ينبغي على أي مسلم ومسلمة معرفة العلوم الإسلامية حتى يرسم طريقه في هذه الحياة. مسؤولية تتعلق بالإسلام مسؤولية كبيرة، ولذلك النور سبحانه وتعالى جعل حاملها أفضل الناس حين قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نذكر بأن هذا العمل الدعوي والتربوي استمر لمدة 10 أيام وشمل أكثر من 30 قرية بضواحي مدينة أنجمينة. أقامت مساء أمس الجمعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأبناء منطقة متكاجاه الواقعة في جنوب البلاد تظاهرة ثقافية لعرض العادات والتقاليد الخاصة بهم. جرت المناسبة بحي شقوة. تقرير فتحية يوسف وقراءة محمد صالح الحسين. مناسبة كغيرها من المناسبات العادية لكنها تحمل مضامين كبيرة، فمن خلال الجمعية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أسست من قبل أبناء منطقة متكاجا الواقع جنوب البلاد، تنظم هذه الجمعية حفلا سنويا يجمع بين أبناء المنطقة والهدف منه التكاتف والتضامن بين أبنائها. يتم من خلال هذا الحفل عرض العادات وإبراز التقاليد الموروثة التي تتمثل في الرقصات التقليدية والأكلات الشعبية المختلفة الخاصة بأبناء هذه المنطقة، وذلك تخليدا للعادات والتقاليد والحفاظ عليها وتعريف المجتمع بها بشكل عام وأبناء منطقتهم بشكل خاص، سيما الشباب الذين لا يعرفون الكثير عن ماضيهم القريب. هذا الانسجام العرقي المميز يدل على الروح الوطنية الصادقة التي يتحلى بها هذا التجمع، وهذا إن دل فإنما يدل على التكاتف والتضامن الاجتماعي بين أبناء البلاد وتخليد العادات والتقاليد على مر الزمن ونشر الوعي والإرث الثقافي والتراثي لهذه المناطق من حيث موقعها الجغرافي والتاريخي. هذا كل ما لدينا. تسعى نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. تلقاكم دمتم في أمان الله. السلام عليكم.